حياكم الله مشاهدينا من جديد. كما أشرنا في بداية الحلقة نستضيف الإعلامي السعودي محمد البدنة، واجهناه بسؤال وينك وأسئلة أخرى أيضا، نتابع. ما يلي ننتقل بحضراتكم إلى ملعب رعاية الشباب بالملز لننقل لكم من هناك وعلى الهواء مباشرة مباراة كرة القدم بين فريقي الهلال والاتفاق، وذلك ضمن برز اسم المذيع محمد البدنة على شاشة القناة السعودية الأولى نهاية الثمانينات الميلادية، وتميز في إعداد وتقديم برامج المنوعات والمناسبات وإذاعة مواجيز الأخبار والتغطيات التلفزيونية داخل المملكة وخارجها. عمل في الصحافة المكتوبة مراسلا صحفيا وهو في المرحلة الثانوية، قبل أن يتخرج من أول دفعة لقسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود بتخصص صحافة وعلاقات عامة. في مطلع التسعينات الميلادية ومع انتشار القنوات الفضائية هجر البدنة التلفزيون السعودي والإعلام، وانتقل للعمل في المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض متحدثا رسميا ليطوي تجربة إعلامية لم تكتمل، لا زالت الذاكرة تحمل لنا بعضا من تفاصيلها إلى اليوم. أستاذ محمد البدنة، حياك الله معنا في برنامج وينك. أحييك وأحيي برنامجك الناجح الممتاز اللي الحقيقة أنا شخصيا معجب جدا فيه، لكن الله يستر من أسئلتك اللي أحيانا تكون متخمة بالحرج. لا بالعكس، إن شاء الله أن أسئلة تكون خفيفة. وشكرا لإطرائك أستاذ محمد، وإحنا دائما ما يطرح اسم محمد البدنة من متابعين البرنامج وين محمد البدنة، فإحنا اليوم نوجه هذا السؤال نيابة عن والله جماهير برنامج وينك. محمد البدنة طبعا يظل إعلامي صغير، لكن أتيحت له الفرصة في وقت من الأوقات، ومهنة مذيع جاءت الحقيقة صدقني أنا ما كانت على البال ولا على الخاطر، يعني كانت محض الصدفة. في ذلك الوقت كنت خريج الإعلام، وكانت وزارة الخدمة المدنية، أنا ذاك ديوان الخدمة المدنية. طبعا إذا كنت غير وظيفة مذيع يرشحونك المرتبة السادسة، ووظيفة المذيع هي الوحيدة اللي يرشحون المرتبة السابعة. فالحقيقة يعني مؤهل للدخول لهالمهنة، نصفه جدارة ونصفه شفاعة. هذا اعتراف يعني. نعم، وصاحب الشفاعة طبعا الله يرحمه الأستاذ سليمان العيسى، زاملني في جريدة الجزيرة، وكنا كلانا متعاون، كان سكرتير تحرير وأنا محرر في شؤون محلية. وقابلني رئيس التحرير وسألني ماذا تم بخصوص الوظيفة بعد التخرج، فقلت الحقيقة أني متعثر لأنه ما في إلا وظيفة واحدة على المرتبة السابعة، وظيفة مذيع، والأمر عند سليمان العيسى إذا تكلمه فكلمه ووصاه، قال سليمان تعال بكرة إن شاء الله ما يكون للخير. بعد ما دخلت الاختبار، طبعا اختبار مذيع، فإذا بأحد قدام المذيعين أنا ما أذكر خالد اليوسف مر من عند السيدي وأنا ألقي، قال أنت وين رايح؟ تعال أنت لغتك عدم. طيب وش الحل يعني؟ الوظيفة تطير. قال شوف نصيحتي لك أنك تلغي الاختبار هذا وتعيده، وبعدين قالوا ترجع، أنت مشكلتك في الأساس ترجع المنهج القواعد رابع ابتدائي وخامس ابتدائي وسادس ابتدائي وتستعيد المعلومات وتطبقها، طبقها على النصوص اللغة. بعد ذلك الحقيقة نصيحتي وجيت في محلها وقعدت ليل بنهار سلمت المناهج وطبقتها واختبرت مرة ثانية والحمد لله تجاوزت. عام كم كان هذا الكلام؟ الكلام هذا عام 1405 هجرية. نعم. ليش ما استمرت أستاذ محمد في الإعلام؟ ليش انقطعت هذا الانقطاع النهائي؟ يعني لا نقول أنه انقطاع مؤقت مثل ما يحصل عادة مع بعض الإعلاميين، ينقطع ثم يعود. نعم، الحقيقة فيها أسباب طبعا كثيرة، يعني مش سبب واحد. طبعا أنا تركت التلفزيون مع بداية انتشار القنوات الفضائية، والحقيقة وجدت نفسي ما حقدم الأفضل لأنه ما في منافسة عادلة مع القنوات الثانية. من أي ناحية المنافسة العادلة؟ ما في لأنه الخط الرقابي، الحقيقة الخط الرقابي عندنا كان شوي غامض وهم عندهم انفتاح. غير كذا الحقيقة يعني في الإعلام إذا لم تقدم الأفضل فتنح عن الطريق، فلا يمكن أني أنا أبقى يعني مكانك راوح أو في التراجع، للقنوات الفضائية قاعدة تقدم جديد وإحنا في إطار معين.
ففضلت اني الحقيقه. وبالمناسبه وانا اطلب الانتقال جهه اخرى تفضل. فسليمان عيسى الله يرحمه يقول لي يعني معقول تروح تضحي بهالمجد والشهره؟ قلت يا ابو محمد انت عارف انا دخلت لهذا المكان بالواسطه وها انا اخرج منه بالواسطه. فالحمد لله يعني احنا قدمنا شيء وارجو انه يكون ما قدمنا يعني مناسب وان شاء الله. من تنادم على انك تركت الاعلام او ابتعدت عنه؟ لا ابدا ابدا، لان انا طبعا كنت مذيع وكنت صحفي في نفس الوقت، فاعتزلت مهنه مذيع ومهنه الصحافه واصبحت حصريا في المديريه العامه للمياه بمنطقه الرياض، فما زلت في الاعلام يعني في ما زلت تمارس نفس العمل إيه؟ لكني حصريا في مجال معين. لكن نعم. أيهم أفضل لك استقرار واستقرار يعني وظيفي أو والله عملي؟ شوف وظيفة مهنة المذيع مهنة شاقة جدا جدا، ويعني بصراحة كان الله في عون الزملاء الموجودين، يعني لا يمكن أنك أنت بصراحة تكون متأهل وعندك أسرة وتفي بواجبك كمذيع، صعب، لأنه وظيفة مذيع في ظل تواضع الدعم، تواضع الدعم يعني إحنا الأشياء اللي كنا نقوم بها ذاتي أكثرها أغلبها، حتى جلب الأشرطة من المكتبة كان يقوم بها المذيع في ذاك الوقت. في ذاك الوقت خليني نعم. أجي على أتكلم عن ذاك الوقت أجاي عليها نعم. خليني أجي على محمد البدنة، أنت نعم. تعتبر من مذيعين جيل الشباب في التلفزيون السعودي نعم. كان في فترتك أو جامعك محمد خيري جيلي محمد الصالح جيلي كان ثلاثة، أنا ثالث ثلاثة محمد خيري ومحمد الصالح. محمد الصالح الله يمسيه بالخير الآن ملحق تجاري في الهند، والأستاذ محمد خيري ما زال إلى الآن مذيع أخباره. لكن التلفزيون تأخر كثيرا في استقطاب الكفاءات، الكفاءات الشابة نعم. تقصد الكفاءات الشابة نعم. إحلال الشباب في الموضوع. أذكر من زملائنا الحقيقة اللي أنا سعدت برفقته وزمانته سعود الدوسري، وسعود الدوسري كان على درجة من الوسامة والإلقاء واللغة والصوت، لكن للأسف لم يجد التشجيع حتى في الإذاعة، وبدأ من الإذاعة وجاء للتلفزيون لكنه لم يجد تشجيع، ما طول. ولذلك بعد ما انتشرت القناة الفضائية عرفوا قدر سعود الدوسري أنه رجل الحقيقة ممتاز وأعد وقدم العديد من البرامج الناجحة، والله يوفقه مزيد من النجاح إن شاء الله. طيب أنت تقول أنه هذا الجيل يعني تأخرت وزارة الإعلام أو التلفزيون في إحلاله مكان الجيل اللي نعم. قبلكم نعم. لكن من كان من زملائك المذيعين الكبار، نقدر نقول الأساتذة الكبار، وإيش تذكر من المواقف اللي حصلت والله أو تحصل معهم؟ والله شوف طبعا المذيعين الكبار طبعا يعني لهم مواقف كثيرة، لكن أذكر من الموقف الحقيقة ما ينسى، يعني مذيع ما اسمح لي ما أذكر اسمه من القدامى، كنا نركز على اللغة العربية والشخصية الغترة والعقال، حتى بعض الزملاء كان يضع يعني في بعض الزملاء طبعا دبابيس بالغترة عشان ما تتغير الشخصية. فكانت نشرة الأخبار وقرأ خبر واتضح أنه الحقيقة طبعا وقع في فخ خطأ أكبر من خطأ اللغة، لأن الخطأ هذا غير معنى الكلمة، فقال صواريخ جوجو صواريخ جوجو. فأحيانا الحقيقة وقتنا يعني كنا نركز على اللغة العربية بتشدد حتى لا تقع في الخطأ، خطأ اللغوي، لكن أحيانا يكون في خطأ أكبر من الخطأ اللغوي، فعلاً خطأ المعنوي اللي غير معنى الكلمة. هل فعلا كان في تعليمات أنه على طريقة الشخصية أو طريقة الإلقاء مثل ما ذكرت أنت الآن بعض الزملاء أو لا ما كان في، لا بصراحة ما كان في يعني على الشخصية ما كان، لكن هو اجتهاد من نفس نعم نعم اجتهاد، لأنه ما يبغى الغترة كل شوية تطيح وتشغله عن قراءة النشرة وعن التركيز على شخصية المذيع. هل اختلفت عن السابق تشوفها اليوم شخصية المذيع الزمن الجميل وشخصية المذيع اليوم؟ والله أكيد اختلفت، يعني
يعني المذيع أي الوقت اللي كنا فيه كان يعيش حالة تشنجية يعني. كيف تشنج؟ لأنه يكون الحقيقة مشدد وحريص على أنه ما يقع في خطأ اللغوي الخطأ اللغة. وأيضا يعني بصراحة ما كان يعني يعني ما كان ذاك الوقت يعني في قناة أخرى غير القناة السعودية عشان يعني كما في القناة السعودية، ولذلك تلقى العيون كلها على التلفزيون السعودي وانتقاد. وبعدين دائما الحقيقة وقت ما كنا دائما الانتقاد المتكرر، ليش ما تبتسم؟ ليش ما تبتسم؟ كيف ابتسم اذا انت تقدم نشرة اخبار او تقدم مواجيز؟ من الصعب انك تبتسم وانت في حالة تشنجية، لانك انت يعني همك وهاجسك كله انك ما تقع خطأ اللغة. طيب خليني أجي على تجربة محمد البدنة. تجربتك كان عندك أكثر من حضور على شاشة التلفزيون السعودي، لكن الحضور الأبرز كان بداية من برنامج للمشاهد مع التحية. حدثني عن هذا البرنامج وذكرياتك معه وفكرته طبعا. بعد ما دخلت التلفزيون شاركت مشاركة متواضعة في برنامج اسمه مجلة التلفزيون. بعدها الحقيقة جاءت المشاركة الفعلية في برنامج منوع اسمه للمشاهد مع التحية. هذا البرنامج كان من تقديم ومن إعداد الأستاذ محمد الماضي الله يمسيه بالخير، هذا مدير القناة الثقافية حاليا الآن، وإخراج الأستاذ سعد الوثنان. ولا أبالغ إن قلت عن المخرج هذا أنه أفضل مخرج مر على التلفزيون السعودي من خلال وجودي في الحقبة اللي كنت موجود فيها. والبرنامج هذا طبعا كان يعني شهد ظهور بعض الشعراء والفنانين لأول مرة، يعني مثلا الشاعر سعد الخريجي مثلا، وفي الشاعر عبد الله حمير القحطاني، وفي عدد من النجوم اللي كان لهم أول ظهور على الشاشة من خلال البرنامج. من خلال البرنامج ما شاء الله محلقين في سماء الشهرة ما شاء الله. نعم كانت بدايتهم من خلال هذا البرنامج. اي يعني أول ظهور لهم، مش بدايتهم، أول ظهور أول على الشاشة. نعم. كم استمر البرنامج؟ كم البرنامج سنة؟ استمر دورة كاملة تقريبا عام كامل. نعم. وبعد كذا ايش قدمت؟ قدمت باختصار قدمت او برنامج بعد باختصار كذا خط تجربة الإعداد في برنامج اسمه باختصار. وهذا البرنامج ايضا شهد ظهور فنانين يعني الآن هم ملء السمع والبصر مثل ما يقولون، مشهورين جدا. مثل شاهد أول ظهور لهم مثل الفنان خالد عبد الرحمن. بعد ما عملنا البرنامج وفي الحلقة الثالثة والرابعة جاني أحد الزملاء. طبعا كان برنامجنا يعرض في وقت ميت، كان لحد ما فاتر جهد ذاتي يعني جمع مواد إرشيفي أكثرها، يعني في شيء ميداني في شيء إرشيفي، لكن مو يعني احنا في حاجه الى احياء اكثر. فجاني احد الزملاء من التلفزيون من الفنيين قال انا عندي لك يعني عندي لك فنان بصراحه ممتاز جدا جدا، وترى بيطلع برنامج كذا اسمه ايش؟ اسمه خالد عبد الرحمن. يا اخي خالد عبد الرحمن هذا سمعت عنه بس ما ادري يا اخي. قال يا اخي هذا صاحب رائعه صارحيني ما سمعت عنه، غريبه انت وينك يا اخي؟ والله أنا ما سمعت عنه لكن خليه يجي. بعد ما جاء الفنان هذا وسجل، إحنا ما عملنا معلقة، سجل أغاني فقط، فإذا بالبرنامج الحقيقة يقفز إلى أعلى درجات النجاح بسبب هالفنان، بسبب خالد عبد الرحمن، ما أقول بسببي ولا بسبب المخرج ولا بسبب الفقرات الأخرى. بعد كذا طمعنا الحقيقة لما شفنا البرنامج نجح والاتصالات والنقل البرنامج. بعد كذا من قبل نشرة الأخبار اللي كان يعني وقت مش مناسب لبرنامج منوعات إلى بعد نشرة الأخبار، بعد كذا طمعنا في الفنان الخادم مرة ثانية، قلت تعال مرة ثانية إحنا بنعمل معك ناخذ من كلمتين ونسجلك مزيد من الأغاني. فبعد ما قابلت الفنان خالد الحقيقي كان يعني مرتجف وخايف، ها كيف ردت كيف ردود الفعل؟ ردود الفعل اكثر ممتازه،
ردود الفعل مش عليك بس على البرنامج اللي كان في وقت ميت وأصبح في وقت نسميه فئة الممتاز أو السهرة بعد نشرة الأخبار فيها تفضل. نعم. فالحقيقة يعني كان خالد عبد الرحمن كان له فضل على البرنامج إنه يعني رفع اسمه وعدد من الفنانين وعدد من الحقيقة. هل بما أنك ذكرت أستاذ نعم. محمد موضوع خالد عبد الرحمن، هل في تلك الفترة كان في منع من ظهور الفنانين الشابين في التلفزيون؟ لا ما كان، يعني الحقيقة ما كان في ترحيب بالفنان الشعبي، ما كان في ترحيب، يعني لأنه فنان شعبي مهما كان أنت بتجيبه تسجل معه وبعدين يعني بينتظر يمكن لساعات طويلة عشان يسجل الأغنية، لأنه كان التسجيل عندنا يستغرق وقت طويل وبعدين يطلع بدون مقابل، يعني صعب أنك أنت يعني بصراحة. وغير كذا الكلمات لازم تجاز من الرقابة، تأخذ وقت يعني، فما كان مرحب بالفنان الشعبي أنه يطلع في برامج النوع. ولذلك كنا نلجأ الحقيقة للإرشيف المكتبة أكثر موادنا من المكتبة، ما كان في يعني مجال أنك أنت تجتهد وتستضيف فنانين وبعدين ما تطلع الفقرة اللي سجلتها. وقصة الفنان أصيل أبو بكر أيضا، أصيل أبو بكر كان سيكتب لأنه يكون أول ضيف في برنامج، أول ظهور له في برنامجنا، والحقيقة طبعا بعد ما طال انتظار عند البوابة والشمس كانت حارقة وكنت أحاول أقنع المخرج أنه يدخل، يعني تقدير لوالده على الأقل، قال له خله ينتظر لحد ما يجي دوره. الرجل زعل ومثل ما يقول المصريين طفش ومشي، فما طلع معنا في البرنامج. طيب هذا نعم. البرنامجين للمشاهد مع التحية وباختصار، نعم، في صورة عند الناس أنه محمد البدنة ارتبط فيها أكثر من برامجه، اللي هي صورة لما يجي محمد البدنة وينوه نعم. للنقل للصلاة نعم. أو لوقت الصلاة أو للنقل للصلاة في الحرم نعم. أو نقل المباراة إلى القناة الثانية، هذه الصورة ارتبطت نعم. أكثر صحيح عند الناس صحيح من برامجك صحيح. هل تعتقد أنها أخذت الضوء أكثر؟ نعم ايه؟ أول شيء جاء وقت مع بدء انطلاقة القناة الفضائية صاروا المشاهدين ما يشاهدون القناة الأولى إلا لما يكون في مباراة أو نشرات أخبار، وفي هالوقت يعني ينقدم مباراة يا تقديم الصلاة في الناس تشوفها، لكن برامج منوعة برامج ثانية ما يشوفونها لأنهم مستغنين عن برامج ويروحوا للقناة الثانية يتابعون برامج يعني أفضل وبرامج حية على الهواء وكذا، فطبيعي أنه يكون يشتهر عن طريق سواء أنا أو عدد حتى الزملاء الآخرين كانوا مشتهرين أكثر من خلال دخل الآن وحان الآن وانتقال المباراة وهلم جرى. يعني حول هذه النقطة أستاذ محمد نعم. ما كان يجيكم احيانا يعني انه الناس تنزعج لما تقطع مباراه ايضا او للاعلان عن انتقال؟ اكيد اكيد تنزعج، لانه كان في قناتين فقط، كان في القناه الاولى والقناه الرياضيه، فاحيانا ننتقل من المباراه من عشان الصلوات ننتقل للقناه الثانيه رغم ان الهدف نبيل طبعا. والله يسامح يعني الكل من تضايق وتذمر لما لأن يجينا يعني نقد جارح مثل إيش؟ يعني كيف المباراة على أشدها وفجأة يطلع لنا فلان المذيع فلان وينتقل بها للقناة الثانية، تخيل ردة فعل الناس. فإحنا على فكرة تلافينا المشكلة هذه، صرنا نطلع صوت فقط، كان يطلع صورة وصوت ويأتيه من السباب والشتها ما الله بيعلم. بعد ذلك صار صوت فقط، والله أعلم، من حتى بعض المذيعين كان يتعمد أن يغير صوته عشان ما يعرفوا أنه فلان. أستاذ محمد لو سألتك اليوم عن تكريم المذيعين الكبار مثل نعم. ما أنت سميتهم الآن محاربين القدامى نعم. تكريم نعم. هذا الجيل اللي خدم الإعلام، خدم في يعني أو حضر في ذاكرة الناس من خلال برامج وتعرف تجربة نعم. التلفزيون تجربة ليست بالبسيطة، والله يعني. هناك من يستحق التكريم نعم، وعلى رأسهم طبعا عندك السيد خالد اليوسف. خالد اليوسف بالمناسبة حسب ما نقل لي عن مصادر موثوقة أنه كان أول مذيع
في التلفزيون السعودي، لكنه كان يقدم عن طريق تلفزيون أرامكو. ومحمد رشيد أيضا كان أول مذيع منطقة، كان التلفزيون بعدة مناطق، كان في جدة وفي الرياض في القصيم في الدمام، مستوى الرياض طبعا غالب وكامل، غالب كامل وماجد شبل، ومستوى جدة كان فيها الأستاذ عبد الرحمن يغمور وجميل سمان وعدد من المذيعين القدامى. فيعني كانت المذيعين، أنت مع أنه تكريمهم يعني؟ لا أنا مع تكريمهم طبعا، لكن على رأس الحقيقة المكرم، وأنا أقول نلحق عليه الله يعطيه طول العمر والصح والعافية، نلحق عليه كما لا يصيب ما صاب غيره، خالد اليوسف المفروض يكرم، أيضا الأستاذ ماجد شبل المفروض يكرم، وعندك الحقيقة هذا من الباقين يعني، من القدامى اللي أعرف أنهم باقين. وأما البقية فهم إما قريبين من جيلنا، ولكن أنا أتكلم عن القدامى، لم يتبقى منهم إلا محمد رشيد وخالد اليوسف وطبعا أستاذ ماجد الشبل. طيب لو سألت، وأتمنى لو كرموا، لأنهم خاضوا تجربة مريرة في ذاك الوقت، يعني كانت مهنة المذيع مهنة صعبة صعبة جدا، عكس اليوم يعني. لا هذا اللي يخليني أسألك اليوم، كيف شايف المذيعين اليوم؟ يكفي من التسائيل، التقنية يعني التقنية أفضل من ذاك الوقت. وكيف شايف المذيعين كمذيعين عن مذيعين أول؟ يا أخي المذيع الآن مريح بصراحة، شوف يعني المذيع ذاك الوقت ما في إلا قناة واحدة والناس كلهم عيونهم فيك وسوي كل شيء ينتقدونك، لكن الآن يعني بصراحة يعني تساهيل، يعني ما في ذاك الصعوبة، خاصة ما في أحد يتابعك في كسرة وضمة ويعني ويحاسبك عليها. غير كذا يعني بالنسبة للمذيع في ذاك الوقت كان موظف حكومي يخضع نظام الخدمة المدنية براتب زهيد بالنسبة لمهنته، طبعا ما كان له كادر، ما في مزايا، ما في حوافز للمذيع، بالعكس كان الموظف اللي بنفس مرتبته في جهة أخرى ياخذ مزايا أفضل منه. فكنا نعاني من التجميد الوظيفي، التجميد الوظيفي هذا ما حدا بإني أنا أنتقل عن وزارة الإعلام بحثاً عن الترقية، بحثاً عن الترقية، يعني معقول أنه سادة، وانت سبق قابلت غالب كامل، هل من معقول أنه رجل يعني وصل حد مضى عمر طويل في الإعلام ويتقاعد على المرتبة العاشرة، وكذلك محمد رشيد وكذلك خالد اليوسف تقاعدوا على المرتبة العاشرة، وهذه أقل من حقه. أنت مع أنه ينظر في وضع الخدمة؟ لا الآن تطور، الآن تحسن، لا 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 الآن أنا أتكلم عن حقبة كنا فيها، الآن أفضل طبعا، هم الآن هيئة لإذاعة التلفزيون وعطوهم الآن حوافز جيدة، والآن هم في طريقهم الخصخصة، الله يزيدهم إن شاء الله. وأنا سعيد عشان زميلنا الأستاذ محمد خير وبعض الزملاء اللي زاملناه في ذاك الوقت، الله يزيدهم ويوفقهم إن شاء الله، وإن شاء الله من حسن لأحسن. طيب أستاذ محمد، أي إضافة أخيرة في نهاية والله حوارنا؟ أنا أشكرك وأقدر الحقيقة على الاستضافة، وإن كنت أتمنى أن تستضيف من هو أحق مني ممن طال غيابهم أكثر بإذن الله، هذا ما نعمل عليه، وإن شاء الله مزيد من التوفيق ومزيد من التألق ونجاح البرنامج بوجودك وبوجود الإخوان. شكرا لك أستاذ، الله يعطيك العافية. شكرا.